من هو هوغو بوس؟ من إنتاج البدلات العسكرية للجيش الألماني، إضافة لصناعة الألبسة الموحدة، ملابس العمال والمعاطف المطرية، إلى أفخم دور الأزياء للألبسة الفخمة، وخاصة الأزياء الرجالية التي صنعت اسم فارق لشركة بوس للأزياء والعطور، التي أسسها رجل الأعمال ومصمم الأزياء الألماني هوغو بوس، أشهر ماركات الأزياء إلى يومنا هذا. تعرف على السيرة الذاتية، الإنجازات، الحكم والأقوال، وكل المعلومات التي تحتاجها عن هوغو بوس. هو هوغو فرناندو بوس، الذي ولد في ميتزينغن ألمانيا في 8 من يونيو من سنة 1885، وكان الأصغر بين إخوته الخمسة والوحيد الذي نجا بينهم. تطوع كجندي مشاة في الجيش الألماني، وعرف بنزعته النازية. أكمل خدمته العسكرية سنة 1905، ثم تولى عمل العائلة في متجر لبيع الألبسة. افتتح هوغو بوس مصنعا للملابس بالشراكة مع شخصين في سنة 1924. عمل في المصنع 30 عاملا، وبدأوا بصناعة البضائع اليدوية. ووصولا إلى 1930، كانت الأعمال قد ازدهرت، وحصلت الشركة على أول عقد ضخم لها. لكن وبسبب الأزمة الاقتصادية الشديدة التي تعرضت لها ألمانيا وقتها، اضطرت الشركة إلى إعلان إفلاسها سنة 1930. طلب هوغو من شركائه الإبقاء على بعض الآلات لنفسه ليعيد إطلاق الأعمال من جديد، ووصلوا إلى اتفاق أتاح له الفرصة لتحقيق ما يطمح له. وبالفعل بدأت أعماله بالازدهار تدريجيا بعد سنة 1932، بحيث كانت السلطات الألمانية تفرض قواعد معينة على اللباس. ونظرا لأن الشركة متخصصة بصناعة الملابس الموحدة والعمالية، حصل هوغو بوس على صفقات كثيرة، كان أضخمها سنة 1938، حيث حصلت الشركة على عقد لإنتاج أعداد كبيرة من البدلات العسكرية. وبسبب تصاعد أعماله، أصبحت شركة هوغو بوس الشركة الرسمية المصنعة للبدلات العسكرية للجيش الألماني والقوات الخاصة الألمانية. بعد بدء الحرب العالمية الثانية وازدياد الضغط والطلب على البدلات العسكرية، عانت الشركة كثيرا بسبب قلة المواد واليد العاملة. فازداد عدد العاملين في الشركة، منهم 140 عاملا بولنديا و40 عاملا فرنسيا، كانوا أسرى حرب، وهو ما دفع ثمنه هوغو بوس بعد هزيمة ألمانيا في الحرب، حيث خضع لتحقيق بسبب تشغيله لأسرى الحرب في ظروف سيئة كالعبيد، وتأييده للنازية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. وجد على أثره مذنب، وتم تغريمه ماديا أيضا. كان هوغو متزوجا من كاترينا فرايزينجر، ولهما ابنة، كما كان الناجي الوحيد بين إخوته الخمسة الذين توفوا في أعمار صغيرة. توفي هوغو بوس في 9 من أوت سنة 1948 عن عمر 63 عاما، بسبب خراج أسنان في مسقط رأسه ميتزنجن ألمانيا. وبعد وفاته، تسلم زوج ابنته أعماله. وبالوصول إلى سنة 1950، تزايدت أعمال الشركة وعدد موظفيها وشهرتها بصناعة الأطقم الرجالية الرسمية. وفي السبعينيات، تخصصت الشركة في كافة أنواع الأزياء الرجالية، وحصلت على علامتها التجارية سنة 1977. بدأت علامة بوس تتطور وحققت انتشار وشهرة عالميين، فكانت الراعي الرسمي للكثير من الفعاليات العالمية كالفورميلا 1 ومباريات الجولف. حصلت الشركة لاحقا في 1984 على رخصة لإنتاج العطور، وفي 1995 على رخصة لإنتاج الأحذية، وأضافت علامتين مسجلتين لها. كما بدأت بإنتاج المواد التجميلية والألبسة النسائية، وأسست قسم الأطفال، وهي اليوم من الشركات الرائدة في الأزياء والعطور على مستوى العالم. شارك هوغو بوس في الحرب العالمية الأولى سنة 1914، وكان مؤيدا للنازية. توفي عن عمر ناهز 63 عاما بسبب خراج أسنان.